أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله. الولاية هي المقصودة بذلك التبليغ، ولذلك بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ بهذه الآية، قال من كنت وليه فهذا وليه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نفس مضمون الآية. هذا اللي يحدث. أنا أريد أتعلم من أبو أديب. أبو أديب بداية المداخلة قال إن هذه الآية أقر واعترف بعظمة لسانه، قال يا أخي بلغ ما أنزل إليك لبلت في علي. أنا أريدك حسب إقرارك، بما أنك أنت أقررت أن هذه الآية نزلت في علي، ما هو هذا الشيء الذي نزل في علي يا أبو أديب؟ عيفك من الشيعة، عيفك، أنا سني، أريد أتعلم منك. في علي يا رجل، يا رجل غير مذكور في الآية. أبو أديب قال نزلت علي يا أخي. انت صار عليك لعبه متون من قبل ابو اديب، ما حسيت عليه. ابو اديب تحكم على غير مجرى. ابو اديب اول بدايه المداخله اعترف واقر انه بلغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك نزلت بعلي، ولكن هو بذكاء خذاك على غير منحى. انت لازم سأله قايل له ما هو الذي بلغ عنه الرسول عن علي؟ انت عين لازم شاب احسن يا رجل، يعني انت معنا ولا ضدنا؟ الله اكبر عليك. انا خليل قرب الان هو انه ما نتكلم، يقول انت معنا ولا ضدنا؟ الذي انزل ابلغ عنه الرسول، والله العظيم اريد اتعلم. امسك لي ارجوك بالدقيقه. تفضل انت مسك، تفضل. أبو أديب أنت قلت إن هذه الآية نزلت بعلي، ما هو الذي هذا الشيء الذي نزل بعلي؟ أريد منك، أريد أتعلم، لأني أنا خليني أعطيك إلزامي. بس لحظة يا أبو سلطان، يا أبو سلطان أنت قلت هاي. أبو أديب والله ماسكك، ما خليك جاوب هو لزمك يعني لين الدليل معه فرون منه. اسمع يا رجل، انا بقول لك انا معك، نزلت بعلي. معقول الله قال له يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك، فان لم تفعل فانك لم تبلغ. يعني عم يقول له الله بلغ، معناته بلغ بعلي، معناته ما بلغ النبي من قبل الا هلا بهذا الوقت. عرفت علي؟ جميل. انا قررت بهذا الكلام. أنا معك. ولا آية نزل. معناته ما نزلت. إيه بابا هو يقول لك أنا معك. أبو أديب ليش العناد؟ الشيخ أبو سلطان يقول لك أنا معك، ما بلغ أي شيء في علي. إيش الشيء اللي في علي اللي بلغه؟إيش هو؟ أنت قريت واعترفت فيه، ما هو هذا الشيء؟ والله أبو سلطان أنت مو سهل، والله العظيم مو سهل. أي شيء وشو الشيء؟ إيه أنا قررت الآن إنه بلغ بولاية علي، لأني ما الله أكبر. الله أكبر، كبر كبر أبو سلطان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لله يدرك أبو أديب. الله أكبر، الله أكبر. خلاص ما عاد ينفعك، خلاص فاتك. إيه والله والله اذبح بها، والله اذبح بها نبويا، وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله. هذه ولاية، هذه الآية تكفينا. إذا أنت قررت واعترفت إن هذه نزلت بولاية علي، هذه الآية تكفيني يا أخي، ما أريد أي آية قبل. زين أبو سلطان، أبو سلطان أنت ليش ما تعلن التشيع ما دام قررت بهذه؟ لا حاج وعد، أنا أقر في هذه، ولكن أنا مختلف معكم في نقاط. أنا ما أكره عمر ولا أكره عائشة ولا ألعن ولا أتبرع، بل أحب أبا بكر وعمر كحبي لعلي وأحب علي. ولكن هناك صراحة أنتم فتحتم عيوني بكثير نقاط. أنا كنت مغمض مثل عمار. الآن عمار إذا يموت أقسم بالله العظيم يا عمار لا أراك إلا شسعا على أبا لهب في جهنم. هل أنت تعلم الغيب؟ هذا ما أراه في عينيك وكلامك ولسانك الذي ينقط سما على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.